السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للجميع على الحضور، كذلك أشكر مجموعة يوزر جروب للجزائر على تنظيم هذا المؤتمر، وأشكركم كذلك على هذه الفرصة لتقديم مشروع قراءة ويكيبيديا في القسم الذي تم العمل عليه في مع مؤسسة ويكيميديا، وكذلك مع مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. أولاً أقدم نفسي، اسمي سكينة أبلهاد، مهندس في المعلومات وكذلك عضوة في مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. كذلك عملت كمنسقة في هذا البرنامج، وذلك في السنة الماضية عندما قررنا العمل على هذا البرنامج في دولة المغرب. بالنسبة لحصة اليوم أو لهذا التقديم، سوف نقوم بشرح هذا البرنامج بشكل عام، أو وبالأخص سوف نقوم بطرح كل المراحل التي تم اتباعها من أجل بناء وتنفيذ هذا المشروع في المغرب. بداية، لقد تم اختيار دولة المغرب كدولة من بين 3 دول التي قررت مؤسسة ويكيميديا العمل معها من أجل العمل على نسخة أولية لهذا البرنامج، والهدف منه كان في الأول هو تجريب. أرادت المؤسسة أن تجرب هذا البرنامج في هذه الدول من أجل أخذ فكرة عن كيفية ما هي الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في المستقبل، كيف يمكن تحسين هذا البرنامج كذلك. وبالتالي كان لنا الشرف أنه تم اختيار دولة المغرب كدولة أولية من أجل هذه النسخة الأولى لهذا البرنامج. فبصفة عامة، البرنامج اسمه قراءة ويكيبيديا في القسم، وهو برنامج تدريبي الهدف منه هو مساعدة الأساتذة على فهم واستغلال ويكيبيديا كأداة تعليمية، وذلك في إطار ما قدمته مؤسسة اليونسكو، والذي يتعلق بالأحرى بمكونات إطار محو الأمية المعلوماتية والإعلامية. في الهدف كان هو مساعدة هؤلاء الأساتذة على تعزيز مهارات لها علاقة بالأمية المعلوماتية والإعلامية، وبذلك تم استغلال ويكيبيديا كأداة تعليمية من أجل إدراجها في هذا البرنامج والوصول إلى هذا الهدف الذي حددته اليونسكو كنوع من skills. I don't know how to say that in Arabic. من الكفاءات بالضبط، من الكفاءات المهمة التي ينبغي على الأساتذة أن يتوصلوا إليها. وبالتالي في المرحلة التجريبية الأولى قمنا بتطوير مجموعة من الأدوات كدليل أستاذ، كحصص من أجل هذه الأساتذة. وهذه الأطر أو هذه الأدوات كانت هي المحور الأساسي لهذا البرنامج التدريبي، والذي الهدف منه هو أن يكون متوافقاً مع أنظمة التعليم المحلية للمغرب. وبالتالي المرجو العودة إلى الصفحة السابقة، شكراً. وبالتالي فهذا البرنامج يتناول أسئلة أساسية تلقيناها كذلك من أساتذة، وهي كيف يمكن لهم الحفاظ على سلامة التلاميذ على الإنترنت، إضافة إلى كيفية إعدادهم لمواجهة الأشكال المختلفة من المعلومات الخاطئة والمضللة في الإنترنت. الصفحة الموالية. وبالتالي كتقديم للفريق الذي عمل على هذا البرنامج، كانت معنا نيكول سعد، وهي المسؤولة الأولى على هذا البرنامج. كانت ميليسا كذلك من دولة بيرو، كانت فاسانتي من دولة الفلبين، سايليش كذلك كان مساهم في هذا البرنامج، أنا وإبراهيم كنا منسقين محليين بالنسبة لدولة المغرب، نايومي وأولغا وإيرلان أظن كانوا كذلك منسقين محليين بالنسبة لدولة الفلبين، وكانت هناك دولة
كانت هناك دولة أخرى تم كذلك العمل على تم تنفيذ هذا البرنامج فيها وهي بوليفيا. الصفحة الموالية. إذا إطال العمل المشروع، كما قلنا سابقا، فإن اليونسكو حدد مجموعة من الكفاءات التي لها علاقة بمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية، وهذه الكفاءات هناك 3 كفاءات أساسية، وهي كيفية الولوج إلى المعلومة، كيفية تقييم المعلومة، وكيفية إنشاء المعلومة. يمكن للأساتذة استخدام ويكيبيديا لمساعدة طلابهم على تطوير الكفاءات الإعلامية والمعلوماتية، وذلك من أجل تحديد احتياجاتهم من المعلومات، يعني ما هي المعلومات التي يحتاجها التلميذ في المؤسسة التعليمية أو في خلال تعلمه أو خلال تقنيه مجموعة من المعارف، كيف يمكن لهذا التلميذ البحث عن المعلومة وكيف يمكنه التحقق من مصادرها، كذلك كيفية تقييم المعلومات الموجودة على الإنترنت بما في ذلك ويكيبيديا كمثال على ذلك. وكذلك كان الهدف هو تمكين هؤلاء الأساتذة وكذلك التلاميذ كيف يمكنهم كذلك إنشاء المعلومة وبالتالي المساهمة في ويكيبيديا. ونتيجة لهذه الأهداف التي وضعناها، قمنا بالعمل على هذا البرنامج، وحاولنا أن يكون هذا البرنامج وسيلة لاكتساب طلاب كفاءات في الفضاء الرقمي، وذلك من خلال تحسين عادات استهلاك المعلومة الخاصة بهم، بالإضافة إلى اكتساب الأسس اللازمة للحصول على دور أكثر نشيط في موسوعة ويكيبيديا، إضافة إلى المعرفة الحرة بشكل عام. الصفحة الموالية. في الأول في عندما كنا في إطار مناقشة هذا البرنامج، كان ذلك قبل الجائحة، وبالتالي كان الهدف هو أن نقوم بتدريب حضوري يشمل 25 أستاذ في 5 مدارس في كل بلد. كان هذا الهدف الأول، أو كان هذا المخطط الأول، ولكن عندما ظهر الوباء وتغيرت سيرورة المشروع، اضطر الفريق إلى القيام ببعض التعديلات، بما في ذلك التكيف مع إغلاق المدارس في جميع دول العالم، وبالتالي اضطرنا إلى تطوير برنامج تدريبي افتراضي باستخدام منصات تناسب خبرات الأساتذة وتفضيلاتهم، وكان هذا يشكل صعوبة بعد الشيء، لأن قمنا تقريبا بتغيير كل البرنامج. وبالتالي قمنا بإجراء دراسة استقصائية شملت 144 أستاذ أو مدرس من دولة بوليفيا، 223 مدرس من المغرب، و 349 مدرسا من الفلبين، وذلك من أجل أخذ نظرة عن كيف يرون ويكيبيديا، ماذا ينتظرون من البرنامج، كيف يمكنهم المساهمة، وما هو رأيهم حول ويكيبيديا. كذلك قمنا بإجراء مقابلات متعمقة، وذلك مع 5 مدرسين من بوليفيا، 5 مدرسين من المغرب، وسبع مدرسين من الفلبين. أخذنا آراءهم، وبالتالي استطعنا تكوين نظرة عن ماذا يتوقعون من البرنامج وماذا يريدون أن يتعلموا من البرنامج، إضافة إلى كيف يرون ويكيبيديا حاليا، يعني قبل التحاقهم بالدورة. وبالتالي بعد ذلك قمنا بتصميم البرنامج، قمنا بتصميم الأدوات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الأهداف موازاة مع ما ينتظره منا الأساتذة. وكذلك قمنا بتغطية بعض الموضوعات التي تثير اهتمام الأساتذة، من بينها كيفية حماية المستهلك بما فيهم الأساتذة والطلاب من كيف يمكنهم استهلاك المعلومة بشكل صحي وسليم. وبالتالي تم وضع دليل أستاذ، كان هذا من بين الأشياء التي عملنا على تصميمها. قمنا ببناء دليل أستاذ، وذلك ليشمل أمثلة ومعلومات ذات صلة بويكيبيديا، وكيف يمكن استخدامها، كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف التي أشرنا إليها سابقا. وكذلك استقبلنا مجموعة من المتحدثين والضيوف أثناء الدورة التكوينية التي كنا نقوم بها من أجل إشباع
فضول الأساتذة من أجل التعرف بشكل كبير بشكل أدق على ويكيبيديا، وكذلك من أجل تلقن مهارات في مهارات أخرى كيفية حماية الطلاب على الإنترنت، كيفية استهلاك المعلومة بشكل عام. الصفحة الموالية. وبالتالي كنتيجة لهذا البرنامج، قمنا بتحضير دليل أستاذ لثلاث وحدات تعليمية. كذلك قمنا بمجموعة من الدورات التدريبية المتزامنة، مع يعني كنا نقوم تقريبا بدورة تدريبية كل أسبوع للأساتذة. كانت دورة تدريبية على منصة فيسبوك، واستعملنا هذه المنصة كمساحة لمشاركة المعلومات والإبلاغ وتتبع التقدم الذي كان يقوم به الأساتذة، وتتبع كذلك التفاعلات والأسئلة وكذلك متطلباتهم بالنسبة لهذا البرنامج. بالنسبة للجلسات التدريبية بشكل عام، كانوا جلسات من أجل تلقين المعلومة التي أردنا إيصالها لهؤلاء الأساتذة. كانت كذلك هذه الحصص أو هذه الجلسات فرصة بالنسبة للأساتذة لطرح الأسئلة، كانت كذلك فرصة لتوضيح المنهجية التي نتبعها في ويكيبيديا، وكذلك كانت فرصة بالنسبة لنا لتوضيح كيفية استعمال ويكيبيديا، كيفية كتابة المقالات، كيفية استعمال كل ما يتعلق بكيفية التعامل مع كل المساهمين في ويكيبيديا من أجل استقطاب هؤلاء الأساتذة لهذه الموسوعة أو لهذه المنظمة بشكل عام. شكراً. من خلال هذا التصميم تمكنا من إدماج الأساتذة في التجربة، وبالطبع سمحنا لهم بتعزيز قدراتهم في التعلم الذاتي وتطوير البرنامج كذلك، لأن كانوا يساهمون كثيرا بمجموعة من الملاحظات، كانوا يساهمون كذلك بمجموعة من الآراء، وكذلك راقبنا تقدم في الوحدات التي كنا نلقينها. فكل وحدة بالنسبة لنا كانت عبارة عن حصة تدريبية ثم مجموعة من التمارين أو من المتطلبات التي كان على الأساتذة القيام بها من أجل النجاح في هذه الوحدة، ثم الانتقال إلى وحدة أخرى. وبالطبع من أجل حددنا مجموعة من المقاييس، مقاييس النجاح، ومن أجل النجاح في هذا البرنامج كان على الأساتذة حضور الجلسات التدريبية التي كنا نقوم بها، كان عليهم كذلك المشاركة في الأنشطة التي كنا نقوم بوضعها في مجموعة فيسبوك، وكذلك كنا نقوم بتعداد الأساتذة الذين أكملوا جميع الأنشطة، لأن كل واحدة كانت تتضمن مجموعة من الأنشطة، وبالتالي على الأستاذ أن يحضر لجميع الدورات التدريبية إضافة إلى الإجابة على الأنشطة التي كنا نقوم بمشاركتها. وكذلك كانت هناك مهمة نهائية، وهي كيفية استعمال ويكيبيديا في نشاط داخل القسم، وهذا كان بالنسبة لنا من أبرز المهمات التي أو من أهم المحاور التي قمنا بها في هذا البرنامج، لأنها كانت فرصة من أجل رؤية كيف يمكن لهؤلاء الأساتذة استعمال ما تعلموه في هذه الدورة داخل أقسامهم مع تلامذتهم. الصفحة الموالية. في هذا البرنامج تأكدنا من أن أولئك الذين حصلوا على شهادة نهائية أنهم سيكونون قادرين على دمج ما تعلموه في ممارستهم التعليمية، وذلك من خلال المهمة النهائية التي كلفناهم بها، ورأينا نتائج جميلة جدا من حيث أنهم تمكنوا من إنشاء مخططات للدروس باستعمال ويكيبيديا، قاموا بعمل أنشطة داخل فصولهم الدراسية مع التلاميذ باستعمال ويكيبيديا وباستعمال ما تعلموا في الدورة التكوينية، وكان ذلك بالنسبة لنا نقطة لبداية استقطاب هؤلاء الأساتذة، وكذلك لبداية تعرف التلاميذ على ما هي ويكيبيديا وكيف يمكن المشاركة في كتابة المقالات وكذلك في مجموعة من المشاريع الأخرى.
أظن أنه يمكن لأستاذ إبراهيم أن يتحدث عن نتائج هذا البرنامج. شكرا أستاذ سكينة. كما قالت أستاذ سكينة كانت يعني تجربة غنية من حيث المنهج التي تم اتباعها، وكانت هناك تحديات كبيرة أثناء انتشار جائحة كوفيد وحتى السياقات، لأن العمل في بلدان مختلفة. كان المغرب كمثال على أول بلد سوف يتم تجربة في هذا المشروع من طريق تعليم المؤسسة. سياقات مختلفة، مجتمعات مختلفة، وحتى أنظمة تربوية مختلفة، ولهذا كانت نتائج جد متباينة ولكن متكاملة. فيما يخص تصميم البرنامج تم تكييف وترجمة دليل الأستاذ، وهذا من كما قالت الأستاذة سفينة هذا كان من أقوى النقاط للبرنامج، وإنشاء دليل الأستاذ وتم ترجمته من الإنجليزية إلى 3 لغات أخرى خاصة بالعربية والإسبانية والتاغالوجية اللي هي اللغات الفلبينية. وكانت معدل المشاركة فيما يخص منصة الفيسبوك حيث تمت مشاهدة الجلسة التدريبية التي كانت على المباشر أكثر من 7000 مرة، والتحق بالبرنامج 71 مدرسا من بوليفيا و96 من المغرب و487 من الفلبين. للإشارة كانت دولة الفلبين من حيث عدد المدرسين كبيرا، لأنه كانت هناك شراكة ما بين مجموعة مستخدمي الفلبين ووزارة التعليم بالفلبين، ما أدى إلى تحفيز عدد أكبر من المدرسين في الفلبين وأعطى عددا كبيرا من المدرسين، وهذا كان له خصوصيته ولكن له تحدياته وامتيازاته سوف نتطرق إليها بعد قليل. فيما يخص الشهادات، حصل 169 مدرسا على شهادة إتمام، منهم 18 مدرسا من بوليفيا و28 مدرسا من المغرب و123 مدرسا من الفلبين، وهذا كان اصلا سقف الاهداف في المرحله التجريبيه قبل بدايه جائحه كورونا. فيما يخص دائما النتائج، والمهم جدا اننا يجب ان نشير اليه، هو الفكره المكونه من طرف الفكره المسبقه المكونه لدى الأساتذة على ويكيبيديا على أساس المصادر الموثوقة. قبل بداية المشروع كان هناك فقط 66% من يؤيدون أن لويكيبيديا مصادر موثوقة، فيما انتقلت إلى 93% بعد جلسات التدريب وفي نهاية البرنامج. وجدنا أن هناك وجهات نظر الأساتذة تجاه استخدام ويكيبيديا كمصدر معلومات أصبحت أكثر إيجابية، وهذا كان نجاحا بالنسبة لنا. فيما يخص استعمال ويكيبيديا كأداة تربوية في القسم، كان قبل البرنامج 57% فقط ممن كانوا يؤيدون هذه الفكرة، بينما ارتفعت إلى 85% بعد نهاية البرنامج. وهنا يجب الإشارة إلى أن الأرقام أعلى تشير إلى 100% من الأساتذة موافقين على أن ويكيبيديا هي مصدر قيم للمعلومات، وأنه يجب على الأساتذة استخدام ويكيبيديا في المدرسة، وهذا بالنسبة لنا نجاح كبير ويبرز لنا مدى أهمية تعريف بويكيبيديا والمجتمعات التي تظهر على خدمة المعرفة الخضراء. بناء على تقييم ما بعد البرنامج، وجدنا أن أيضا أن 81% من الأساتذة يشعرون بالثقة في تطبيق معارفهم ومهاراتهم الجديدة حول ويكيبيديا في العالم في العام الدراسي المقبل الذي هو حاليا مات، لأن انتهى المشروع بالنسبة كانت نهاية المشروع في ديسمبر 2020.
وبداية الفصل الدراسي في المغرب يبدأ في جانفي، وهذا مغاير لما يوجد في بوليفيا والفلبين. كما لاحظنا التأثير الملحوظ على سياق التعليم المحلي بناء على التأمل الذاتي في بعض البرنامج، يعني كان تغيير المنظور السلبي والانطباع والموقف تجاه ويكيبيديا الذي كان قبل بداية المشروع، وتأثير كبير خاصة بالنظر إلى تأثير الأساتذة على الطلاب بالإضافة للصورات التي ينقلونها إليهم فيما يتعلق بويكيبيديا. أنه كفكرة عامة، يعني تخيلوا أن الأساتذة هم ركيزة هذه الفكرة أو النظرة حول ويكيبيديا. إذا كان أمكنا، إذا تمكنا من إقناع الأساتذة، فيمكن أن نربح ناشئة من الطلبة والتلاميذ لهم وعي حول كيفية إنتاج المعلومات وفهم التحيزات والفجوات، يعني سوف يكون له تأثير كبير على المجتمع بصفة عامة. وقد وجد الأساتذة أن البرنامج ساعدهم على التنقل بشكل أفضل في المعلومات على ويكيبيديا، وساعدت الموحدات على استخدام ويكيبيديا في الفصول الدراسية مع الطلاب من خلال تنظيم أنشطة للتعرف على مواضيع جديدة وتحسين معارفهم وأبحاثهم عبر الإنترنت. كما كان غالبية الأساتذة التي قابلناهم بعد البرنامج مهتمين جدا بالبدء في المساهمات بمقالات ويكيبيديا، وهذا جد مهم أيضا. كما ساعدت المشاركة في البرنامج الأساتذة على تعلم المزيد عن المنصات الرقمية وتطوير مهارات التفكير النقدي، وهذا أيضا مهم جدا. ثم أقر الأساتذة أيضا بأهمية الإنترنت كميسر المعرفة، مع تأكيد على أهمية تطوير المهارات اللازمة للتنقل بين وفرة المعلومات والمحتوى الغير موثوق فيه. كان هذا رأي مشترك بين الأساتذة في جميع المواد الدراسية. في نهاية ديسمبر 2020 كان الأساتذة يشجعون بالفعل الأساتذة الآخرين في شبكتهم التي لم يكونوا جزءا من البرنامج المشاركة في أي فرصة مستقبلية، وهذا بالنسبة لنا نجاح كبير على مستوى البرنامج أو على مستوى الصيغات المستقبلية إن شاء الله. ثم أعرب المدرسون الذين لم يتمكنوا من إنهاء التدريب عن أملهم في الحصول على فرصة أخرى كهذه ليتمكنوا من المشاركة مرة أخرى. ثم ساعدت المشاركة في هذا البرنامج الأساتذة على تعزيز تقنيات التدريس الافتراضي الخاصة بهم والتي لم تكن متاحة، لأن كما تعلمون أن جائحة كورونا كانت مضغوطة للجميع، ولم ومجتمعاتنا لم تكن مستعدة للتعامل مع تقنيات التدريس الافتراضي، وكانت هذه فرصة كبيرة بالنسبة لأساتذتنا، وهي ممارسة لم يكن لدى الكثير مثل ما قلت خبرة قبل الجائحة. كما أعرب الأساتذة أن الجلسات التدريبية كانت بمثابة مرجع إيجابي ونموذج لدروسهم الافتراضية الخاصة، وساعدتهم في جعلها أكثر تفاعلية. فيما يخص استخدام مجموعة التعلم الاجتماعي كنظام إدارة للتعلم LMS، كان الجانب الذي استمتع به الأساتذة أكثر في مجموعة التعلم على فيسبوك هو حقيقة أنه يمكن التعلم من تجارب وانعكاسات الأساتذة الآخرين في البرنامج، لأنه في كل أنشطة كانت تقام في المجموعة نرى هناك التفاعل عبر الكومنتس، يعني عبر تعليقات الأساتذة وتبادل الآراء والتجارب، كان تفاعلا جد غني. ولكن هذه كانت خصوصية المجموعة الصغيرة الذي كانت له تحديات أكبر لدى مجموعة الفلبين الذي كان لهم عدد كبير من المنخرطين. وكان هناك معذرة، كان هناك أيضا مواكبة للأساتذة عبر تطبيق الماسنجر، يعني تجدون أن هناك مدرسين لهم مستويات معرفية مختلفة، وكان علينا كمناسبين محلين البرنامج مواكبة للأساتذة للتعامل مع كل المنصات والعمل، يعني تأكيد على أن المهمات والأنشطة تقوم أو تعمل بصفة منتظمة وصحيحة. وهنا نرجع إلى قيود استخدام الفيسبوك، يعني في المغرب وبوليفيا لم تطرح يعني مشاكل كبيرة في مواكبة الأساتذة، لأنه يعني كان من السهل تتبع ما إذا كان الأستاذ قد أكمل الأنشطة أم لم يكمله. ولكن بالنسبة للفلبين كان على المناصب تتبع المئات
نعم الأخ إبراهيم أمامك دقيقتين. أوكي سوف أحاول أن أسرع. كما قلت بالنسبة للفلبين كان مشكلة أو التحدي الذي كان للمنسقين هو العدد الكبير للأساتذة الذي انخرطوا في البرنامج، وهذا كان يمثل لهم جهد أكبر، وهذه كانت خصوصية أننا تعلمنا من مجتمعات أخرى. من بين النقاط المهمة هي بناء قدرة المجتمع للعمل في التعليم. لما يخص المشروع كان من بين الأهداف هو تمكين المجتمع من تطوير العمل في مجال التعليم من خلال تبادل الأفكار والخبرات وحلول العصف الذهني لتنقل في المواقف المعقدة بناء على نقاط القوة لدى المجتمعات المحلية، لا سيما حول تجربة التعليم المحلي وسياقات ثقافية، مما أدى إلى زيادة الوعي بالنماذج الممكنة لبرامج ويكيبيديا والتعليم والقدرة اللازمة لتنفيذها، ثم زيادة القدرة على إقامة شراكات وشبكات داخل القطاع الأكاديمي. كانت هناك زيادة الرغبة في تعزيز المزيد من فرص المشاركة مع قطاع التعليم والجهات الفاعلة مثل المعلمين للانضمام إلى مجتمع ويكيميديا المحلي ومجموعات المستخدمين. الدروس المستخلصة من أهمها هو أن العمل مع فروع ويكيميديا هو أساسي من أجل حركة مزدهرة. هذا كان نبدأ حول مشروع قراءة ويكيميديا في القسم بالنسبة للبلدان الثلاثة وبالخصوص بالمغرب. إذا كان هناك أي تساؤل فمرحبا بكم. شكرا للمشاركين معنا في هذه المداخلة. إذن كنا استمتعنا بمتابعة مداخلة موسومة بقراءة ويكيبيديا في القسم لمشاركين إبراهيم فراجي وسكينة أبلهاد. جمال طائي كان يريد أن يطرح سؤال حول موضوع قراءة ويكيبيديا في القسم. نعم تفضل. أظن سؤالي يتعلق بالإبعاد أيضا، لأنه ما أدري عندي فكرة هو عن مشاريع الأخرى لا مبادرات الأخرى مثل ويكي اقتباس ويكي كومنز وويكي مصر متروكة من قبل المستخدمين، وبمبادرات فردية ما يحصل شيء. فأريد توجه من قبل الويكيبيديين إلى هذا المشاريع، بس محاولاتي كانت فاشلة. كيف يعني نقتصر بس على الويكيبيديا؟ هناك ويكي اقتباس ويكي مصدر يعتبر من العلم بس متروكة، خاصة ويكي اقتباس يتعلق بالأدب، والأدب عند العرب أكثر توجها بس متروكة. هذا هو سؤالي ونقطتي. نعم، هل إبراهيم فراجي متواجد معنا لمحاولة الرد على هذه نعم. شكرا للأستاذ جمال. إذا فهمت يعني السؤال أن الأستاذ جمال يبحث عن الإمباكت أو الإضافة لهذه المشاريع في شتى المشاريع أي ويكيبيديا أو مشاريع سيسترز. فقط أطلب من الأستاذ جمال أنه يتخيل معي أنه في من خلال برنامج قراءة ويكيبيديا في القسم أنه يتم تدريب الأساتذة
في المغرب مثلا كل أساتذة 600,000 أستاذ مغربي يتم تدريبه حول المعرفة الحرة، حول كيفية إنتاج المعلومة وكيفية استهلاكها يعني وفهم التحيزات والفجوات، ويتم تلقين هذه الكفاءات إلى الطلاب. كل سنة عندك جديد تلقينه نفس الكفاءات، يعني في حلول بضع سنوات سوف يكون عندك مجتمع قائم بحد ذاته، يعني عنده كفاءات مثل التفكير النقدي، يعني لن يكون فقط مستهلك سلبي. هنا يأتي دور هذه البرامج، ليست فقط يا بالطبع ليست فقط كتابة مقالات يعني تطوع مباشر، ولكن تطوع من خلال برامج كمشروع قراءة ويكيبيديا في الخلفية. لا أعرف إذا كنت قد وضحت الفكرة للأستاذ جمال أو لا، أو إذا كان هناك تساؤل آخر فمرحبا. أستاذ إبراهيم، كنا ربما بالأمس طرحنا مع متدخل جوزي بالقاسم عن تجربته في موسوعة ويكيبيديا، ورأى ما هي الدروس التي أخذها وما هي العبر، ولكن كنت طرحت معه في اليوم الأول سؤال عن لماذا هذا العزوف للمؤسسات التعليمية والجامعية عن موسوعة ويكيبيديا، وأنتم تشتغلون على كيفية تكوين الأستاذ الجامعي والطالب والتلميذ والمتعلم بصفة عامة، كيف يدش إلى هذا العالم وإلى هذه الموسوعة. ولكن ربما في، لا أدري إذا كانت تجربة نفسها في المؤسسات التعليمية بالمغرب، ولكن عندما نعود إلى الجزائر ونحاول أن نتحدث عن هذه التجربة في إطارها العربي، دائما الأستاذ نوعا ما يحذر من التوثيق لموسوعة ويكيبيديا من خلال الأبحاث أو من خلال الأوراق البحثية أو من خلال مذكرات التخرج، بمعنى وأنتم تحاولون أن تعودون إلى المساهمات ويكيبيديا في القسم، هل هذا يدل على أن لا توجد ثقافة أو تسويق وترويج كما يجب للمؤسسات التعليمية والمعرفية، مع أن نحن نعلم أن مجتمع المعرفة بين موسوعة ويكيبيديا وبين الجامعة كونها منظمة من منظمات مجتمع المعرفة، لماذا هذا الفتور وهذا نوعا ما من العزوف؟ لماذا دائما هذا التحذير؟ هل هو له علاقة بالدقة بالمصداقية أم ماذا؟ شكرا على هذا التدخل، لأنه هو أساس المشكل في المجتمعات العربية أو في بلدان العالم الثالث بصفة عامة، هو مسألة فهم كيفية كيف تعمل ويكيبيديا، ومشكل تسويق للعمل التطوعي في المعرفة الحرة، وهذا مشكل بسيط ولكن صعب لتحقيقه، لأن المجتمعات أو مجموعات المستخدمين في الدول العربية لازم تعمل على هذه النقطة بالضبط كأول عمل للتعريف بالعمل على الموسوعة الحرة، بالعمل التطوعي والإمباكت الذي أو الأهداف النبيلة لنشر المعرفة الحرة. هو مشكل بسيط ولكن في لمعالجته هناك تعقيد، لأن كما تعلمون لدخول في شراكات مع الجامعات أو الأساتذة هناك مشاكل هيكلية فيما يخص البارتنرشيب أو الاتفاقيات ما بين الجامعات ومجموعات المستثمرين، نعتمد فقط على مثلا العلاقات الشخصية أو محيط أفراد المجتمع. مشكل بسيط وهو تسويق للعمل التطوعي في ويكيبيديا، لأن الناس أغلبية الأساتذة لا يعرفون كيفية، لأن هناك توجد مجتمعات التي تشتغل بصفة تطوعية على إغناء المحتوى المعرفي في كامل اللغات، في
كيفية كتابة مقالات التي توجد على ويكيبيديا. يعني هنا مسألة التسويق. نعم. سؤالي ربما قبل أن أقدم الكلمة للأستاذة مارفت ربما هو مقتل بها في مداخلتها، كيف يمكن أن ننتقل أو ننقل هذا الحيرة بالنسبة للتسويق كما قال إبراهيم وهذا الترويج إلى المؤسسة، وأنتم تشتغلون على مؤسسة هذه الحركة، كيف يمكن أن تكون لها علاقة ممؤسسة مع مؤسسات تعليمية وجامعية؟ ولك أيضا كلمة لملاحظات أخرى إن شئت. تفضلي أستاذة. شكرا لك. في الواقع أنا كنت بدي أزيد على جواب الأستاذ إبراهيم حول سؤالك بالنسبة لموضوع الجامعات وعزوف الكادر الأكاديمي إن جاز التعبير عن المشاركة وتحذيراتهم المستمرة للطلاب بعدم الاعتماد على ويكيبيديا. بالصراحة هذا الأمر تقليدي قديم، وهي نظرة تقليدية مستمرة دون محاولة تغيير هذه النظرة لويكيبيديا وما تتضمنه من محتوى إلى آخره. الفكرة كانت عادة وهي لا تزال صحيحة ولا تزال يعني ما بدنا نحاول نغير الفكرة، وهي إنه محتوى ويكيبيديا غير صالح لأبحاث طلاب الجامعة، وفعليا محتوى ويكيبيديا غير صالح لمحتوى أو للاستعانة به للأبحاث. الفكرة إنه ويكيبيديا هي توثيق للمعلومات، هي توثيق وليست مصدر للمعلومات، فلا يجوز لطالب جامعة يعمل على بحث إنه يأخذ المحتوى من الموسوعة. طلاب الجامعات تحديداً يمكنهم الاستعانة والاستفادة من المصادر المتوفرة في المقالات، هذه هي الفكرة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نطمح إنه الجامعات تحديداً إنها تكون هي مصدر المعرفة وليست المتلقية للمعرفة فقط. الطلاب يجون أبحاث، الأكاديميون لديهم مخزون هائل من المعرفة سواء كجامعيين أو كأكاديميين، لديهم أبحاث، مكتبات، لديهم مراجع، هذه المصادر من المعرفة هي التي يجب أن نستفيد منها. نحن لا أخفيك عانينا كثيراً مع الأكاديميين بشكل عام وعزوفهم عن المشاركة على الأقل تقدير في تدقيق المحتوى العلمي أو تدقيق المحتوى. نظراتهم مختلفة تماماً، يعني ربما يعود هذا السبب أنه لتفاوت المستويات الأكاديمية أو العلمية. طالب أكاديمي على أعلى درجات المعرفة والعلم حصل على أعلى درجات العلمية لن يضع نفسه في نفس الكفة أو في نفس الميزان مع نحن المحررون العاديون، هذا الشيء سمعناه. كيف نتخطى هذه المعضلة أو كيف نعمل، كيف نمأسس هذا الموضوع؟ صراحة رأينا أنه برامج التعليم كانت مفيدة جداً في تجسير هذه الفجوة الكبيرة بيننا وبين الكادر الأكاديمي أو الهيئات الأكاديمية. ممكن إطلاق برامج التعليم بشكل مكثف جداً، عندنا بالأردن برنامج ناجح جداً في الجامعة الهاشمية، وعندنا برامج في جامعات فلسطين ناجحة جداً قائمة على طلاب جامعيين استطاعوا أن يجذبوا الأساتذة الجامعة ليكونوا مصدر في المعرفة وليدعموا هذه البرامج. إذا طبقنا نفس البرامج، وطبعا أنا لا يفوتني أن أذكر أنه عدد كبير من البرامج الشبيهة انطلقت أصلا من مصر وكانت فعلا ناجحة وجذبت لنا كمية كبيرة من المقالات والمساهمين أيضا. فأنا بدعو الجميع الاستمرار في موضوع الحوار والنقاش وتحميس وتشجيع الأكاديميين للمشاركة من خلال برامج التعليم. طبعا إطلاق هيك برامج في المدارس برضو ممتاز جدا،